طبعا هذه المشاهد ليست في بيروت ولا في أي مدينة لبنانية أخرى، لأن ملف المواصلات الحديثة والمتطورة مهمل منذ عشرات السنوات. وعندما حاول مجلس الإنماء والإعمار في تسعينيات القرن الماضي إعادة إحيائه ضمن خطة شاملة لتطوير العاصمة، تاه الملف في أتون الخلافات والصراعات السياسية، وبدا أن ذئاب الاحتكار والمنافع الخاصة أجهضته قبل أن يولد. وقبل أن نبدأ نذكر أن بيروت كان فيها ترامواي كهربائي بدأ عمله سنة 1908 يوم جلوس السلطان العثماني عبد الحميد رحمه الله، وكانت له 4 خطوط تغطي معظم مناطق المدينة وشوارعها الرئيسية. وبقي يعمل لغاية شهر أيار سنة 64 حين أصدرت الحكومة اللبنانية قرارا بإلغائه، وتسير حافلات تعمل على الوقود زادت من أزمة السير وخنقة الشوارع. غالبية دول العالم المتحضر والنامي أصبحت تمتلك شبكات حديثة ومتطورة من شبكات المترو التي تسهل المواصلات وتوفر الوقت والمال، وتنقل ملايين الناس يوميا بكل سهولة وراحة، وتحقق في نفس الوقت أرباحا كبيرة للدولة، وتؤمن فرص عمل كثيرة ومجزية. وفي الغوص في تاريخ المشاريع التي درست لمدينة بيروت، نجد أنه في عهد الرئيس شارل حلو، وتحديدا في عام 1968، قدمت شركة سوفيتية إلى الحكومة اللبنانية مشروع مترو بيروت، وأرسلت مهندسين لعرض تفاصيل المشروع ومستنداته التي كانت غنية بالرسومات والمخططات، مع دراسة وافية لنمو المدينة من جهة والطلب المتوقع على النقل من جهة أخرى. وقدرت تكلفة المشروع في ذلك الوقت بمبلغ لا يزيد عن 300 مليون دولار أمريكي، علما أن فوائد المترو كانت ستكون كبيرة من تراجع عدد السيارات وتخفيف الضغط السكاني وتقليل التلوث من خلال الاعتماد على الكهرباء وتقريب المناطق من بعضها ودخول أموال طائلة إلى خزينة الدولة وانتعاش الاقتصاد على طول جانبي خطوط المترو. وبحسب الخرائط السوفيتية كان لشبكة المترو المقترح 4 خطوط، وهي على الشكل التالي: يقول العالمون أن هذا المشروع غطى في أدراج النسيان بسبب حجج فارغة وذرائع تافهة أخفت الحقيقة أن وراء تعطيل المشروع سياسيون نافذون علموا أن لا حظ لهم ولا حصص يستفيدون منها من هذا المشروع الضخم، فلجأوا إلى تعطيله ومنعه من التنفيذ رغم أهميته الاستراتيجية للعاصمة وسكانها. وغادر المهندسون السوفييت وهم في حيرة من أمرهم وتائهون بين العجب والخيبة. أكثر من 50 عاما ضاعت على بيروت، وخسرت معها فرصة أن تكون عاصمتهم جميلة ومتطورة والتنقل فيها متعة وجمال، كما سائر المشاريع العمرانية والحضارية التي تلاشت وانطفأت بسبب الأنانية وقوة الزعامات التي ارتبطت بالجهل والجشع والحقد على الناس وحياتهم.